السلام عليكم احلى واجمل متابعين قناه عالم الجمال عزيزه بيوتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ شخباركم؟ اموركم هانيه؟ كل شيء على خير وبخير. رمضان مبارك سعيد يدخل عليكم بالصحه والهنا والرزق والتيسير، وباش ما تمنيتيو ان شاء الله. فيديو اليوم غيكون عباره عن وصفه النيله الزرقاء الغنيه عن التعريف. وصفتنا اليوم مقادير ديالها هما عباره عن دانون مسوس، ياغورت طبيعي، والنيله الزرقاء بودره او حجر اللي حبيتيه، وكذلك صابون البلدي وزيت الزيتون. تبعوا معايا الفيديو غتشوفوا الطريقه ديال الاستعمال. هنا كنخلط الياغورت الطبيعي مع شويه ديال النيله، معلقه صغيره تقريبا. هاد الوصفه هادي صالحه للوجه، كنستعملوها على وجهنا وكنخليوها مده تقريبا شي 20 حتى 30 دقيقه. وصفه رائعه كتصفي الوجه من البقع والشوائب اللي تيكونوا في الوجه، زوينه بزاف صدقوني. تبعوها وما غاديش تندموا عليها. بالنسبه للوصفه الثانيه هذه خاصه بالحمام، كنستعملوا الصابون البلدي وكنزيدوا معاه شويه ديال النيله الزرقاء. اولا بعدا قبل من كل شيء كنستعملوا الزيت مع النيله الزرقاء هو الاول في الجسم ديالنا كامل، عاد كنديروا صابون البلدي. باش تعرفوا النيله ديالنا بالله راها مزيانه وفغي زعما ما مزوراش، ما كتلصقش في الجسم. النيله اللي تتكون مزوره تتلقاها كي تديرها في الجسم ديالك كتبقى تخلي بقع زرقاء، هذيك كتعرفوا ان النيله ماشي حقيقيه. تبعوا الوصفه وما غاديش تندموا عليها صدقوني. يلا بسلام عليكم، باي باي.